يسامحني سيلياس فخفخ اليوم دخل البلاد في الحيط، جاته فرصة شارك في الانتخابات ما فازش، حزبه ما فازش، جاته فرصة باش يشكل حكومة، ثم برشا في الأحزاب وبرشا خارج الأحزاب عطوه فرصة باش ينجح، أدار الموضوع متاع الشبهات وتضارب المصالح برشا استعلاه برشا غلط. القضية ليست قضية قانونية، قضية هي سياسية وأخلاقية، برشا تعالي برشا منع إنكار الشيء ذا، والآن قاعد تدخل في عملية متاع لي ذراع. أنا أعتبر بكامل وضوح أعتبر أنه اللي يسفق فيه انتهى سياسيا وأخلاقيا، حتى كان مش يحكم أنا عامة ولا عامينة، سيكرر تجربة سلفه اللي يوسف الشاهد، مش يمشي على الألغام. حكومة كل مرة قاعدة تبحث من على الأغلبية باش ما تسقطش دون أن تفعل شيئا، دون أن يكون هذا المطلوب. كان بإمكانه باش يعاون التوانسة من خلال دو بوستور، ينجم يعملهم الاثنين، الأولانية في العوض يمشي بك الخطاب المتعالي برشا متاع 25 جوان ويبتى برشا ويبتى شوية إلى آخره، الكلام هذا كيما الخايب اللي مليقش، يقول لي نعتذر ثم خطأ وقع، ثم كورونا مش نخدم على رواحنا، ثم هيئات مش تحقق النهار تليذا ما نثم حاجة، أنا على ذمة التوانس يلم الموضوع ويمشي القدام وتو نشوف. وبالطريقة هذه كان برشا ناس مستعدين باش يعطوهم أنا ثم فرصة. أما الآن بالطريقة هذه يتصور هو اليوم يجي ثم حزب منا لول منا في البلاد يقول بون هاي برا سيدي برا وتملحوا انتم، انا راني مانيش تو مش ناخذ منكم الوزير الفلاني والوزير الفلاني راه ما ناخذوش. كيف اذا اللي واحد داخل عنده 109 متاع حزبه هو امام القضايا الكبيره اللي موجوده في البلاد، الازمات اللي موجوده قبل الكورونا وما بعد الكورونا، يسيس روحه ويتواضع، فما بالك بهذا؟ بالتالي انا نقول هذا، ولكن ايضا نقول مش هو فقط، نقول ايضا حتى سيد رئيس الجمهورية أبطأ في التدخل، ومرات يتدخل بطريقة ما هيش واضحة برشا شنو هي. وأقول أنه الأحزاب بما في حركة النهضة، حركة النهضة لازم تعرف اللي هي فوتت الفرصة متاعها في أن تكون عندها حكومة. حكومة حبيب الجملي سقطت النهار 10 جانفي، شكون سقطها شكون كذا موضوع آخر، هذا كان التاريخ. لكن بعدكش هذه ما عادتش حكومتك، ما لازمكش تتصرف بالرفلاكس متاع المجلس الوطني تأسيس عندك 89 نائب، ولا بالرفلاكس حتى متاع 69 نائب متاع 14-19. انت اليوم طرف منا في الحكومة، لا يمكن لطرف في الحكومة باش يظل في نفس الوقت هو في الحكومة ومش في الحكومة. لا، وضح لي امورك يا اخي.